البنات كي دايرين لاباس عليكم؟ ما قلتلكمش حبوباتي حيت هذا الفيديو هذا فيديو خاص جدا، هو موضوع اجتماعي اختاريتوه نتوما على الفيسبوك وعلى الانستغرام. بصراحه انايا ما كنت فريمون ماشي ما كنت ما بيش نديرو ماشي ما بغيتش نديرو، ولكن ماشي في المجال نتاعي، يعني ماشي في المجال نتاع القناه نتاعي. كنت فدرت مواضيع اجتماعيه وكانت مواضيع اجتماعيه ليا مهمه ونالت اعجاب العديد 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 منكم. وشحال هادي ما درت انايا شي موضوع اجتماعي، هادي مؤخرا جاوني ماشي اسئله، مي جاوني بنات بغاوني ندوي على هذا الموضوع هذا، يعني على الموضوع هذا نتاع هاد البنت هادي. انا اعتذرت لهاد البنات هادو في الفيسبوك، تما ودي هادشي لا علاقه لي بالقناه نتاعتي. صدقات وحده من هاد البنات نتاع الفيسبوك قالت لي القناه نتاعتك الا ما كانتش قناه هادفه وما كانتش قناه اللي هي شخص نقول لكم الكلام نتاعها، الكلام عاش نقول لكم انا اش قالت اش قالت، ولكن الكلام نتاعها قال لي بغيت تقعدي وتزيدي هذا الفيديو هذا. انا ما درت هذا الفيديو على قبلها، ولكن درت لهذا الفيديو هذا لحقاش فريمون هو فيديو مهم جدا، فيه شت فيه جوانب اللي هما فريمون مهمين جدا. مثلا باش انا ندوي على هاد المسائل هادو او مثلا باش ندير فيديوهات هادو، لحقاش انا انسانه اللي هي تلقائيه واللي لساني على قلبي، يعني اللي تنفكر فيه دغيا تنخرجو واللي ليها ليها. وانا ماشي ما بغيتش المشاكل، ولكن حنايا واخا تنقولوا بان المجتمع تاعنا المغربي تطور، المجتمع تاع المغربي ولات حريه تاع الراي الديمقراطيه، ولكن راه ما كايناش الديمقراطيه 100%، يعني ما يمكنليناش نقولوا اي حاجه حنايا باغيين نقولوها وللاسف. دونك فيديو اليوم غادي ندوي لكم انايا على هذا الموضوع هذا لحقاش وطي خاص 100% للمراه المغربيه. هذا الموضوع او الظاهره تخصنا جميعا، كوني امراه مغربيه عربيه، وكونك انتي وانتي وانتي امراه مغربيه حره عربيه، خاصكم لا بد تقولوا الراي نتاعكم على هذا الموضوع هذا. لا بد غادي تكون وحده من عائلتكم او صحباتكم او سمعتوا شي حاجه من هنا او سمعتوا في التلفازه ولا شي حاجه على هذا الموضوع هذا، على الظاهره اللي هي خطيره جدا، وهي ظاهره الفتيات المغربيات المغاربيات. علاش قلت المغاربيات؟ لحقاش تونس والجزائر وليبيا حتى هما داخلين في هاد المعمعه هادي، يعني حتى هما عندهم نفس الظاهره في البلدان نتاعهم. هي ظاهره الفتيات اللي هما تيمشيو باش يشتغلوا، ماشي باش يقراو، باش يشتغلوا في بلدان اجنبيه او في بلدان عرب. هذه الظاهره للاسف تفشت عندنا كثير 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 كثير، وخصوصا في هاد البلدان هذه اللي هي ذكرت ومنهم المغرب. دونك هاد البلدان هادو اللي يلاه تكرتو تدي لهم حتى مصر، واخدين واحد البورسونتاج كبير نتاع البنات اللي تيمشيو لهاد البلدان العربيه. غتنركز على البلدان العربيه لحقاش السوجي نتاعنا هما البلدان العربيه، مع العلم بان كاينين البنات هما تيمشيو لبلدان اجنبيه، يعني بلدان اجنبيه مثلا ما تندويلكمش على فرنسا وعلى البلدان اللي هما بين قوسين فيهم شويه نتاع حقوق الانسان. لحقاش ما كايناش شي دوله في هذا العالم فيها 100% حقوق الانسان. كاينين الدول اللي هما تحترموا حقوق الانسان مثلا منهم هذه فرنسا، ولكن كاين بعض الاشياء التي يوقع بان ممكن الا انت ما جريتيش على راسك دوك الحقوق الانسان ما غاديش يجيبك، يعني انت خاصك تمشي وتجري ولا وتسولي هنايا وتسولي في هذه الجمعيه وتسولي في هذه الجمعيه هذه باش الحق نتاعك يرجع ليك، فهمتي؟ اما كاين في بعض الدول واخا ما عرفتش تشري تمشي تجري 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 الحق نتاعك مهضوم مهضوم مهضوم. دونك بالنسبه لهاد الدول، هادو دول هما معروفه، بالنسبه للدول العربيه هما دول معروفه، لا لا, لا داعي باش نذكر، عرفتوا نتوما علاش شانتوي. الحاجه اللي بغيت نقول لكم، يا المغربيات ويا التونسيات ويا الجزائريات ويا الليبيات وزيدي لهم حتى المصريات، حلوا عينيكم، عارفوا علاش تتوقعوا العقود اللي تيعطوهم لكم قبل ما تمشيو لهاد البلدان هادو، غتيكونوا فيهم بنود، البنود بزاف منكم اللي ما تيعرفش يقرا وتيمشي، بزاف منكم اللي ما تيقراش، هو تيشوف ديك الورقه تيشوف الفلوس مطبوعين هاكا مطبوعين صافي، داكشي اللي تيشوف، تيشوف غير الفلوس، ما تيشوفش دوك البنود، ما تيشوفش راه الا مشيتي لتماك راه غادي يحيدوا لك الباسبور وغادي يخليوك وما عندك لا حنين ولا يرحمو. ما عندك تقولي لي راه كاينه القنصله المغربيه، كل قنصله المغربيه تدير شي حاجه تدير تبع على هاد البنات،
اللي هما تشوفوهم دابا في اليوتيوب اللي ما بغاوش يرجعوا لبلادهم وما خلاوش كيفاش داروا وما لقاوش كيفاش يرجعوا ليهم. ما جيتش باش نقول لكم غير كلنا لمياء، ماشي غير هادشي بوحدو، ولكن باش نقول لكم بان الواقع نتاعنا مختلف تماما على داكشي اللي تنشوفوا في المسلسلات والافلام. حضرتكم شحال من نوبه هاد القضيه هذه، سواء في المواضيع الاجتماعيه الفارطه، سواء في هذا الموضوع هذا امريكان وفرنسا وحتى السعوديه. راه ماشي هي امريكان وفرنسا والسعوديه والبرازيل نتاع المسلسلات ونتاع الافلام، واقع مغاير جدا جدا جدا. والغريب في الامر بان كاين بعض الوالدين هما اللي تيدفعوا بناتهم باش يمشيو يسافروا. ما عرفتش علاش حتى الوالدين تغيروا، انا حسيت بان حتى الوالدين تغيروا. الوالدين تاع ديك الساعه كان البنت ما يخليوهاش تخرج من الدار من دار باها الدار الزوج نتاعها. انا مع ماشي مع التحرر، انا مع البنت تكون مستقله براسها. يعني البنت الا هي خدامه وبتكري بوحدها تكري بوحدها، خاصها تكون مستقله براسها. ولكن حنايا في الدول نتاعنا العربيه البنت الا هي كانت ساكنه بوحدها ما نحترموهاش، تنقولوا تجينا غريبه. امام ما نكذبش لكم بصراحه، انا قلت لكم بان المواضيع الاجتماعيه نتاعتي البنت فداها لحقاش صراحه نتاعتي يمكن تكون شويه صعيبه باش يسمعها كلشي. لا ما تنحترموهاش البنت اللي ساكنه بوحدها مثلا. تخيلي معايا راسك انت مثلا ساكنه في ابارتمون مع عائلتك وكاينه وحده ساكنه بوحدها، يعني بنت مغربيه ساكنه بوحدها خدامه مثلا، انت ما عرفتيش واش خدامه ولكن تدخل بوحدها تخرج بوحدها، ما غاديش تجيك غريبه؟ فين هما والديها؟ علاش تجي بوحدها واخا هي خدامه؟ انت ديك غادي تجيك غريبه. ما تقولوا لياش بان راه حنايا عاديين والمغرب نتاعنا تطور وداكشي داكشي، راه ما كاينش. المغرب نتاعنا تطور ولكن تطور في حوايج وباقي في حوايج اخرى متاخره بزاف جدا جدا جدا. غادي نرجعوا الموضوع نتاعنا بخصوص الفتيات اللي هما تيمشيو يشتغلوا، وغادي نركز على الفتيات اللي هما تيمشيو يشتغلوا في الدول العربيه. لحقاش لي فيديو نتاعنا هو هذا المشكل، هذا الفتيات اللي هما تيمشيو يشتغلوا في الدول العربيه منهم السعوديه. دونك لمياء بنت مغربيه مشات للسعوديه، ولكن قبل ما تمشي للسعوديه هي دات واحد العقد نتاع العمل مع واحد السعودي. دونك بنت مغربيه مطلقه عندها بنيه وكانت ساكنه مع 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 والديها، قصه اللي هي عاديه جدا وبزاف منكم غادي يكونوا بحالها. دونك هاد البنت هادي وصلت لواحد المرحله هادي صافي بتقوم براسها وبتقوم ببنتها، ما بقاش هي بتكون عاله على الوالد نتاعها، واخا الوالد نتاعها قال بانه ماشي على عليه، ولكن هي صافي بتستقل. ديري راسك في بلاصتها غير باش يعني ما تحكموش دابا. انا من الناس اللي هما ما تيحكمش، تنحاول ندير راسي في بلاصه هذاك الانسان. تخيلوا راسك انت عندك بنيه وجاك واحد العقد، جاك واحد العقد. لحقاش حنايا في المغرب تبارك الله عليه كاين بزاف نتاع السماصريه منتشرين في المغرب، السماصريه اللي هما تيزينوا البنت نتاعتنا المغربيه. هاد البلدان هادو تيقولوا راه كاين الفلوس وكاين هادي وكاين هادي وكاين هادي وكاين هادي. والله اش نقول لكم، ما باش نخرج عاوتاني شي حاجه اللي هي خايبه، حيت تيجي الطمع، حيت تيكون طمع كثير 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 كثير، تيعمي الاعين والانسان يمكن يرتكب اخطاء. دونك ما عرفتش شنايا لمياء قرات البنود نتاع الكونطرا نتاعتها ولا ما قراتهاش. دونك هي مشات للسعوديه، مروا سنوات شي شويه، المهم في الاول كان شي شويه، ولكن رب العمل نتاعها بيتزوج بها، هي ما بغاتش ووقعوا ضغوطات عليها بزاف. ما بابوش انا ندخل لكم في التفاصيل لحقاش هادي تتبقى حياتها الشخصيه، ولكن هي قبلت الزواج به. ولكن بعد ما قبلت الزواج به بدا الجحيم، تماك بدا الجحيم، مرس عليها جميع انواع العذاب على حسب القول نتاعها وعلى حسب القول نتاع الوالد نتاعها. يعني جميع انواع نتاع الاعذاب مرسوم عليها، ومن بينهم الاغتصاب. ما تقولوا لياش راه المراه كيفاش يقدر يغتصبها الزوج نتاعها؟ اش غادي نقول لكم، حنايا راه ما كناش في العصر نتاع قريش، راه كلشي تيجي غير بلاتي هي احسن. اغتصاب هي اغتصاب، واغتصاب يعاقب عليه واخا هو كان الزوج نتاعها. دونك الزوج نتاعها في اخر المطاف، ولا تيدخل مثلا تيدخل الرجال عندها الدار وتيخلي تيدخل العيالات، هي صافي وصلت لواحد المرحله بترجع بحالها، صافي بتطلاق، صافي عيات البنت بترجع بحالها للمغرب.
حيت بغات تمشي ترجع بحالها، ما بغاوش يعطوها الباسبور، ما بغاوش يعطوها الباسبور لحقاش هي جات كما قلت لكم انايا في الاول المغربيه حيت تمشي مثلا لهاد البلدان هادي باش تخدم تحيدوا لها الباسبور، حاجه اللي انايا ما قادرش نفهم علاش يحيدوا لهم الباسبور. واش يحيدوا لهم الباسبور لحقاش خايفينهم لا يهربوا، ولا خايفينهم لا يمخروا لهذوك اللي جابوهم شي حاجه ويهربوا؟ المهم كاينه شي حاجه في هادشي علاش يحيدوا لهم الباسبور. هادشي كان بين هاد المساله هادي خاصه المغرب، المغرب يعني المغرب والسعوديه اتفقوا عليها، خاص كاين بعض البنات اللي هما خاصهم يكونوا وتي في صالح البنت المغربي، يعني كاين بعض البنات اللي هي بحال الا بتعشني العبوديه، يعني العبوديه يعني البنت بتتمركيها تتمركها تتمشي للسعوديه ولا تتمشي لهاد البلدان هادو، تتولي عبيده، يعني تتولي عبيد، يعني تيقول لك نزلي نزلي طيري طيري سيري سيري جي يا جي جويتي ما كاين اللي غير الدقه. ما بغيتش نعمم، ماشي كلشي الناس دايرين هكا في السعوديه ولا في البلدان اللي انايا ما ذكرتش، ولكن كاين بعض منهم دايرين بحال هكا كما غتنقول بان فرنسا ماشي كلهم، فرنسا ما تيحملوش مثلا العرب ولا تيحملوش المسلمين، ولكن كاين بعض منهم اللي ما تيحملوناش. ما غاديش نعمم، في جميع البلدان تيكون فيهم بعض الفئات اللي هما تيكونوا هكا. وهاد البنت هادي طاحت على واحد الفئه، على واحد الراجل اللي هو ما تيخافش الله، واللي هو ما تيحشمش وما تيخافش الله. وللاسف بزاف نتاع البنات بحالها طاحوا على ناس بحال هكا ما تيخافوش الله، وبيرجعوا لبلادهم وما لقاوش كيفاش يرجعوا. ما هو الحال؟ قصه لمياء هي قصه فتاه مغربيه بسيطه مشات باش تحسن من الوضعيه نتاعتها الماليه، باش تعتمد على راسها، باش تربي بنتها بشرف، ولكن اصطدمت بواحد الواقع، واقع مرير، واقع تيرجع الى عصر العبوديه وعصر نتاع الجاهليه، واقع اللي حنا المغاربه المغربيات المغاربه البنات الحرات خاصنا نغيروه. هو صعيب باش تغيري هاد الامور هذا في فيديو، ماشي انا درت فيديو غادي نغير فيه انايا امور، ولا داروا في اخوتي الدراري داروا فيديوهات غتغيروا فيه الامور. راه حنا كنا الا قبطنا مثلا هذا الفيديو هذا وبارطاجيناه بزاف نتاع النوبات في لي باج فيسبوك في الانستغرام في الصفحات نتاعنا نتاع اليوتيوب، وصلنا لعدد كبير من اللايكات، راه غادي نضموا صوتنا، غادي تضموا صوتكم ليا، وحنايا كنا غادي نضموا صوتنا لصوت المرأة المغربية الحرة وصوتنا باش نقولوا لا لا لا. واخا درنا معاكم عقود، واخا صيفطنا لكم بناتنا، ولكن لا للعبودية، حنا مبقيناش في داك العصر، سالا داك العصر، باي باي. دونك لا، حوايج خاصهم يتبدلوا، خاص السلطات نتاعنا تتكلم في هذا الموضوع هذا، وباش السلطات نتاعنا تتكلم في هذا الموضوع هذا خاص الفيديو نتاعنا يوصل، خاص الفيديو نتاعنا يشوفوه الناس اللي هما مختصين بهذا الامور. نتمنى من كل قلبي تبارطاجيو هذا الفيديو هذا باش صوتي وصوتكم ينضم الى صوت لمياء، لمياء تحرر، لمياء ترجع للبلد نتاعها. وبزاف كاينين بزاف نتاع لمياتات، بغيت نقول لكم لمياتات كاين بزاف نتاع البنات بحالها. نتمنى هذه القصه هذه ما تكرر، واخا عرفت بان غادي تتكرر، غادي تتكرر شحال من مره، لحقاش كما قلت لكم الامور ما تتغيرش غير الفيديو، ولكن كما قلت لكم في الاول هذا الفيديو هذا ما كنتش بغيت نديرو، دابا انا فخوره جدا حيت درتو، فخوره جدا حيت قلت لا للظلم، واخا ماشي بلادنا هما اللي داروا هذا الظلم، ولكن بلادها خاصنا دير شي حاجه باش تقول لا للظلم. هذوك بناتنا، بناتنا المغربيات هما اللي كاينين تما. قبل ما نختم ما تتعاود غير الصلاه على النبي، تنتمنى من كل قلبي صوتنا يتسمع، هاد البنت هادي ترجع لدارها، ترجع لبنتها، ترجع لوالديها، ما تكررش بزاف هاد الحالات هادي. علاش ما قلتش بزاف؟ لحقاش عرفت بان هاد الحالات هادو باقيين غادي يتكرروا. هاد الفيديو هذا كان فيديو للتوعيه للجميع، نتمنى كما قلت لكم تبارطاجيو باش يكون توعيه ليا عامه للجميع. نتمنى صوتنا يوصل للسلطات، يوصل اللي هما الناس اللي هما مختصين بهذه الامور. حاجه اللي بغيت نقولها لكم قبل ما تسينيو اي حاجه، حاولوا تقراو البرود، حلوا عينيكم، حلوا ودنيكم مزيان، وكما قلت لكم في الاول ليس كل ما يلمع بذهب. الا كانت عندك في المغرب نتاعك خدمه اللي هي شريفه وخدمه اللي هي بسيطه، واخا ما تجنيش بزاف نتاع المال، حسن لك لاله مولاتي بزاف نتاع الفلوس في البلادات نتاع الناس. نقول لكم امسيه طيبه، الى اللقاء.